سجلت مملكه البحرين ارتفاعا ملحوظا في اعداد الحالات اليوميه لفيروس كورونا هذا واعلنت وزاره الصحه في اخر احصائيه لها تسجيل 4876 حاله قائمه جديده وهي اعلى حصيله يوميه منذ فبراير عام 2020 حيث ارتفع العدد الاجمالي للحالات القائمه الى 30582 حاله منها 92 حالة تتلقى العلاج في المستشفى وأحدى عشر حالة في وحدة العناية القصوى هذا ولم تسجل حالة وفاة واحدة تم تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال اليوم كما أعلنت وزارة الصحة في ثلاثة آلاف حالة إضافية.